طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نلتقي في الفصل السابع والجزء الثاني من شابتر اللي هو Parental Indications. By the end of this lecture, we students will be able to explain the guidelines for withdrawing medications from a vial. And they can list four injection routes. Identify the common sites for intradermal, subcutaneous, and IM injections. And they will be able to name type of syringe commonly used to administer intradermal, subcutaneous, and intramuscular injection. Describe the angle of entry for these routes. Discuss why most insulin combinations must be administered within 15 minutes of being mixed. Describe two techniques for preventing bruising when administering heparin subcutaneously. First, we'll explain the guidelines for withdrawing medication from a vial. أول شيء في الجايدلاينز إنه we have to select the appropriate syringe and needle as we discussed before. نراعي اللي هو نوع العلاج، البنية تبعت المريض، الفيسكوسيتي تبعت الدواء، عدة عوامل يجب أن نراعيها. السايت وين بدنا نعمل insertion للنيدل، هل بدي أعطي سبكوتينيوس، بدي أعطي انتراديرمال، بدي أعطي انترماسكولار، برضو هذه عوامل مهم نراعيها في اختيار السرنج أو النيدل. Remove the metal cover from the rubber stopper to facilitate inserting the needle. دائما هذه الفيال او القاروره الزجاج او البلاستيك في عليها غطاء من ايه؟ metal cover، غطاء معدني. لازم اشيله بالاول عشان ادخل النيدل بسهوله من خلال الرابر ستوبر. Clean a pre-opened vial with alcohol swab. دائما لازم تمسح الفيال بالسواب. ليش؟ عشان اتخلص من الكولونايزنج جيرمز. Fill the syringe with the volume of air equal to the volume that will be withdrawn. يعني هنا بيحكي لي انه املا السرنج بالكميه اللي انت المساويه اللي بدك اياها. يعني بدي انا بدي سنتي بحقن سنتي هواء عشان يسهل عمليه الويدرول اوف الدراج فروم ذا فايل. ليش؟ لانه هذا بيزيد البريشر within the vial. يعني اذا انا بدي سنتي بدفع سنتي هواء بيصير بسهوله السنتي ميديكيشن يطلع عندي في اللي هو السرنج. Pierce the rubber stopper with the needle and instill the air to facilitate withdrawal. Invert the vial. يعني هنا بيطلب مني اقلب الفايل. يعني اقلبه upside down زي ما حكينا في الامبولات. Hold and press، امسكه وثبته كويس. While pulling on the plunger، وانت قاعد ايه بتسحب بالبلانجر. Remove the needle with the desired volume، يعني خذ الكمية اللي انت بدك اياها. It will enter the barrel of the syringe to leave the remaining drug for additional administration. يعني بتاخذ الكميه المطلوبه وبتسيب الباقي في داخل الفيال. If medications is controlled substance، يعني لو كانت هذه الدواء اللي انت بتعطيه من الادويه اللي هي خاضعه للرقابه، وهنا بيقصد بالcontrolled substances اللي هي الادويه المخدره زي الناركوتكس. You have to aspirate the entire content from the vial to prevent illegal drug use. يعني هنا لازم تسحب كل الفيال عشان نتجنب اللي هو سوء استخدام لهذه الأدوية. Discard any excess medication. تتخلص من أي شيء زايد منه. وخصوصا إذا كان هو عبارة عن أدوية قلنا ناركوتكس مخدرة. And have someone witness this action. يعني وخلي دائما واحد يكون معك شاهد على انه انت اتلفت بقيه الامبول، يعني تخلصت منه وفي حد يشهد معك على ذلك. Cover the needle and care for used supplies. يعني لازم النيدل يضل متغطي as described.
بعدين فور ويدروينج زي الأمبول بالضبط. نيرسز دي فولو اسيبتك سيفتي برنسبلز، مطلوب منا نراعي الاسيبتك اند سيفتي برنسبلز، مبادئ اللي هو الأمان ومنع اي كونتامينيشن للسرنج او النيدل. ديت اند انيشال ذا فايل وذ ذا ريميننج دراج ويل بي يوزد ان ذا نير فيوتشر. لو كان في عندك فايل وفي كان مالتيبل دوز يعني اكثر من جرعه، مطلوب تكتب عليه ليبل وتسجل تاريخ التحليل وكل واحد ملي يساوي كام، وبالتالي هذه كل التفاصيل لازم تكون موجوده لزميلك اللي هو هيستخدم نفس الفايل ان ذا فيوتشر. Doing so support the principle of asepsis. طيب نشوف الانجكشن روتس اللي هو اماكن الحقن، اولها اللي هو الانتراديرمال انجكشنز، الابر اللي هي تعطى في الانتراديرمس اور انتراديرمال. They are commonly used for diagnostic purposes، يعني بشكل عام استخدامها غالبا لا اللي هو هدف تشخيصي، زي ما احنا بنعمل مثلا احيانا تيوبركولين تيست، تيست اللي هو تيوبركولين لحالات التيوبركولوسيس اللي هو السل الرئوي، او في عنا الاليرجيك تيستينج احيانا بيستخدموه الانتراديرمال، وممكن تستخدموه لو كنا بنستخدم بنسلين مثلا بنعطي ابره بنسلين ممكن نعمل تحليل نشوف هل المريض اليرجيك ولا لا، ممكن نعمل له انتراديرمال تيستينج. ولدائما في دائما في هذه الاختبارات بناخذ سمول فوليوم، كمية صغيرة جدا، usually 0.01 يعني 1 من 100 إلى 5 من 100 من الملي، يعني بتأخذ أنت جزء بسيط جدا. they are injected because of the small tissue space، لأنه المساحة الموجودة في الأنسجة مساحة صغيرة جدا، وإلا لو زودناها بتكون كثير painful بالنسبة للمريض. A common site for intradermal injection is the inner aspect of the forearm. دائما الأكثر منطقة بنعمل فيها testing اللي هو the inner aspect of the forearm، منطقة اللي هو إيه؟ the forearm. Other areas that may be used are the back and upper chest. ممكن يستخدم اللي هو الباك الظهر أو في أعلى الصدر، ممكن تستخدم كأماكن لعمل اختبارات برضو it can be used. Injection equipment، شو هي المعدات المطلوبة لعملية الحقن؟ المطلوب اللي هو tuberculin syringe، وهذا السرنج يشابه اللي هو الانسولين سرنج بالضبط، بيكون عبارة عن 1 ملي أو fluid، وبيكون calibrated in O 0.01 يعني بيكون مقسم إلى 100، الواحد ملي مقسم إلى 100 شرطة. It is used to administer intradermal injection، يعني غالبا استخدامه for intradermal اللي هو تبع التيوبركولين، بينما تبع الانسولين مستخدمه for subcutaneous. الـ gauge of the tuberculin دائما بيكون ما بين 25 إلى 27 الجيج اوف ذا نيدل. مجرد الطول تبعه بيكون 1/2 inch in length is commonly used with administration of an intradermal injection. طيب when giving an intradermal injection the nurse instills medication slowly، دائما نعمل حقن بشكل يعني slow ببطء، وبيكون الانجل الزاويه اللي انت بتعمل يعني ادخال الابره عليها اللي هي ما بين 10 to 15 degrees angle of entry، على زاويه 15 ل 15. هيبرين از بريبيرد ان تيوبركولين سرنج، غالبا نستخدم احنا اللي هو التيوبركولين سرنجات للتيوبركولين لاعطاء الهيبرين او الانسولين للهيبرين. ات مي بي سبلايد ان بريفيلد كارتريج، احيانا الهيبرين بيجي جاهز في بريفيلد كارتريج، يعني عباره عن سرنج جاهز مع النيدل تبعه، والجيج بيكون 25 is used most often، يعني اغلب استخدامه على 25 الجيج because medications administered subcutaneously usually are not
vicious. They need lengths may vary from half to اللي هو 5 over 8 inch, يعني عبارة عن 5/8 inch, يعني ما بيكون طويل جدا, ما بين نص إلى 5/8 فقط بالنسبة للإنتراديرمال. Subcutaneous injections. Subcutaneous injections هي عبارة عن medication that is administered more deeply, يعني تعطى بعمق أكثر من الإنتراديرمال, لأنه هي كانت تعقن في الديرمس, بينما هذه بدها تصل للسبكوتينيوس تيشوز. Medications is instilled between the skin and muscle, يعني ما بين العضلات وما بين السكن بدها تحقن. It is absorbed fairly rapidly, يعني الامتصاص تبعها سريع. The medication usually being acting, يعني بتبدأ تشتغل بعد حقنها بعد ربع ساعة إلى نص ساعة من إعطائك للإبرة. The volume of subcutaneous is injected is usually up to 1 milli. يعني عادة السبكوتينيوس شبيه بالإنتراديرمال, ما بنستخدم سرنجات كبيرة لأنه الجرعة بتكون قليلة عادة. The subcutaneous route is commonly used to administer insulin and heparin. وهذا كلام صحيح. The injection site, the preferred site for giving subcutaneous injection, سواء كان إنسولين أو هيبرين, is the abdomen. يعني أكثر منطقة بنعطي فيها إحنا الشغلات هاي, سواء كان إنسولين أو هيبرين, اللي هو في البطن. و avoid a 2-inch central area around the umbilicus. بنحاول نبعد عن اللي هي منطقة الأمبلايكس اللي هي السرة, تقريبا على المحيط حوالي 2 inch. The outer back area of the upper arm, اللي هو المنطقة الأوتر باك اللي هو من الخلف للذراع, ممكن نستخدمها للسبكوتينيوس. Where it is fleshier, يعني بتكون مناسبة لإعطاء السبكوتينيوس injections. بعدين الأوتر أريا of the thigh كذلك, منطقة الفخذ اللي هو من الجهة الأوتر الخارجية. And the upper buttocks, أحيانا ممكن نعطي في البتوكس في الجهة العلوية ونعطي فيها اللي هو subcutaneous injections. لو طلعنا على الأنجل اللي أمامنا في الصورة, اللي موجود عندنا عملية الحقن بزوايا مختلفة. الانتراديرمال زي ما حكينا ما بين 10 إلى 15 الأنجل الزاوية, السبكوتينيوس يعني ممكن نقول 45 أو أقل. الانتراماسكولر الإبرة نازلة عمودية 90 درجة, واحيانا زي ما حكينا لو بدنا نعطي انترافينوس ممكن تكون حوالي 10 الزاوية الانحناء احيانا عند عملية ادخال النيدل. موضوع السبكوتينيوس انجكشن سايت, دائما as nurses we should put in consideration موضوع الروتيتنج within one injection site. يعني حتى أنت في المكان الواحد ما تعطي في نفس المكان اللي أعطيت فيه المرة السابقة. يعني أنا بدي أعطي مثلا في منطقة البطن, ما أعطي في نفس المكان تحديدا. Preferably the abdomen is recommended rather than rotating to different area with each injection. Injection sites are rotated a finger's width apart, يعني تقريبا ممكن تخلي انت مسافة ما بين كل إبرة والتانية, يعني يكون على الأقل عندك 1 inch مسافة. From a previous site to avoid repeatedly injecting into the same area in a short amount of time, وبالتالي the rotating site avoids tissue injury. يعني هذا يجنب عملية انه يصير injury في الخلايا. فلو طلعنا في الصورة, في عندنا صورة أمامية فرونت وفي صورة باك, يعني بتبين لنا المناطق اللي احنا ممكن نعمل فيهم حقن. فزي ما احنا شايفين منطقة البطن حوالين, نبعد عن الصورة 2 inches من عن المحيط, ونعطي في كل المنطقة هاي مسموح, نعطي في هاي المنطقة lateral outer lateral في منطقة الثاي, هاي عندنا في منطقة الأبر باتوكس,
في الباك ممكن نعطي، وفي اللي هو في الذراعين من الجهة اللي هي الجونة الأوتر ممكن هاي كلها نعطي فيها الإنسولين أو الهيبرين حتى. طيب equipment used for subcutaneous، الأدوات المستخدمة لل subcutaneous injection may depend on the type of medication prescribed، يعني حسب نوع العلاج اللي هو موصوف للمريض. Insulin is preferred in an insulin syringe، يعني يفضل إذا بدي أعطي الأنسولين أعطيه في سرنج أنسولين عشان أحدد الجرعة بدقة. طيب الـ subcutaneous injection دائما to reach the subcutaneous tissue a normal sized or obese person، في الشخص اللي هو وزنه عادي أو كان عنده سمنة who has 2 inches tissue fold when it bunched the nurse inserts the needle at 90 degree angle، يعني إذا أنت أعطيت الإبرة subcutaneously في واحد وزنه طبيعي أو كان عنده زيادة في الوزن، وإذا كان عنده المنطقة لما أنه بتعمل بانشنج أنت أنا بتشد اللي هو نقولنا السبكوتينيوس بتشدهم بين إيديك وبيعملوا لك فولد حوالي 2 إنش، معناته ممكن أنت تعطي الإبرة إيه على 90 درجة إذا أنت عملت بانشنج لا اللي هو التيشوز. For thin clients، لو كان المريض يعني نحيف مش سمين who have 1 inch fold، يعني كان لما بتعمل بتروح وانت شادد انت عضل السكن بيعمل معك fold بس حوالي انش، يبقى في هذه الحالة يفترض النيرس يعطي الإبرة على 45 درجة. يبقى المقياس اللي بدنا نحدد عليه زاوية إعطاء الإبر في الإنسولين أو الهيبرين اللي هو قديش عندنا اللي هو الفولد اوف ذا تيشو لما باجي بعمل عمليه بانشينج انا او بانش زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي امامنا كيف انت بتشد السكن تبع المريض وبتشوف اذا كان الفولد هاي كانت 2 انشز يبقى بدك تعطي على 90 على زاويه 90، لو كانت حوالي 1 انش بس في الناس الثن قلنا ممكن تعطي الابره بشكل مائل على 45 درجه بكفي انت تصل للسبكوتينيوس وما تدخل يعني بشكل أعمق. The tissue usually is bunched between the thumb and finger، يعني أنت بتشدهم ما بين الثمب اللي هو الإبهام والإندكس فينجر السبابة before administering the injection to avoid instilling insulin within the muscle، طبعا هي عشان تضمن أنه ما تخش الإبرة بعمق بالذات لو كانت الإبرة طويلة شوي عشان ما تخش بعمق أكثر. Bunching is unnecessary، يعني وقتيش ما لازم أنا أعمل عملية gathering to gather in fold أشدها زي ما احنا شايفين في الصورة. طبعا وقتيش مش لازم أنا أعمل الحاجة هاي when injecting insulin within with an insulin pen، يعني إذا تستخدم اللي هو قلم الخاص للإنسولين في قلم خاصة because the needle is only 5 millimeter long، يعني طول النيدل فقط عبارة عن نص سنتي وبالتالي unlikely to enter the muscle، يعني سواء عملنا بنشنج ما عملناش بنشنج ما له قيمة، وبالتالي إذا استخدمنا قلنا إقلام الإنسولين زي ما هو مبين أمامنا في الصورة هذا القلم النيدل قلنا قصير جدا يعني عبارة عن 5 millimeter يعني حوالي بس نص سنتي طوله، وبالتالي سواء انت عملت بانش للفولد او سكن او ما عملت النيدل مش هيدخل بعمق كثير ويصل للمسلز. طبعا هذا الانسولين سيرنج بيكون فيه كالبريتد، من هنا بتحدد الجرعه قديش بدك تعطيها، نفس الانسولين بيكون العبوه موجوده في داخل القلم زي انبوبه القلم بالضبط، ما عليه المريض إلا يغير بس النيدل عندما ينتج ياخذ الإبرة كل مرة بغير النيدل، يعني بيبقى معاه القلم مع الأنابيب هاي ومعاه نيادل بحيث كل مرة هو يغير النيدل، وقلنا النيدل دائما بيكون حوالي الجيج تبعه 27 يعني بيكونش بينفول خالص
وبكون قصير جدا، وبإمكانه المريض يعطي نفسه الإبرة بكل سهولة، وبعد طبعا ما نعمل له عملية التريننج. فكل زي ما احنا شايفين هذه هي تيرن تو ذا دوز بريسكرايب، يعني حسب الجرعة المكتوبة بيحدد قديش جرعة، وبعدين ضغطة بسيطية على الكبسة هاي البتون على طول بتعطي الدوز اوتوماتيك. ادمنسترينج انسولين، كيف بدنا نعطي الانسولين؟ الانسولين هو عبارة عن هرمون زي ما احنا عارفين، وهذا مطلوب لبعض الناس اللي هم عندهم سكري. The most common route of administering is subcutaneous، يعني غالبا يعطى عن طريق السبكوتينيوس، ولكن ممكن يعطى كمان انترافينوس. Injectable in insulin is supplied and prescribed in a dosage strength called unit، غالبا بيجي الوحدة تبعت قياس الانسولين هي بالوحدات اليونت، ولذلك له سبيشال سرنج كولد ان انسولين سرنج، اسمها سرنجات الانسولين معروفه يعني، وهي بتكون كالبريتد اليونتس يعني مرقبه بالوحدات. Various insulin syringes hold volumes of 0.3 or 0.5 او 1 ملي سرنجز. The standard dosage strength of insulin is 100 يونت لكل ملي لتر، يعني بيكون هو تقسيمتها عبارة عن 100 لكل واحد ملي. ولذلك typically low dose insulin syringes are used to deliver insulin dosage of 30 to 50 units or less، اللي بتكون ما بين 30 إلى 50 وحدة أو أقل. ولكن الستاندرد انسولين سرنج كان ادمنستر اب تو 100 يونت اوف انسولين، يعني ممكن تعطي لغايه 100 وحده. ولكن في عندنا البري فيلد بن لايك ديفايسز اللي هي اقلام الانسولين اللي جاهزه، ذات فاسيليتيز ريبيتد ادمنستريشن اوف انسولين ثرو سبيشال بن نيدل، يعني له نيادل خاصه هذا القلم، وتمكن المريض أن يستخدمها بشكل مريح ومتكرر. وهذا يعتمد على مين؟ على الشركات المصنعة. Insulin pen can be adjusted to provide insulin in doses from 0.5 to 80 unit by dialing the prescribed amount، يعني مجرد أنت ما تحدد الكمية اللي بدك إياها من 5 وحدات عندك ل 80 وحدة. The pen generally holds 1 milli، يعني في كل جرعة ممكن تعطي لغاية أنت 100 وحدة of insulin. Only the needle is changed with each injection، يعني ما على المريض إحنا نعلمه أو إحنا إذا بدنا نعطي بالقلم، ما علينا بس لنغير مع كل إبرة نغير النيدل. The insulin is prefilled pen is stable. Stable لقديش؟ يعني تبقى اللي هو الأمبول اللي في داخل القلم هذا بيظله صالح لمدة شهر فقط، يعني بعد شهر من فتحه لازم نتحط أمبول جديد. لذلك المريض بياخد أمبول، الأمبول معروف بعد شهر بده يغيره لازم، حتى لو كان ضايل فيه منه كمية، يعني لا يستخدم أو بيعتبر غير صالح بعد شهر من فتحه. Clients who require insulin receive one or more daily injections، احيانا حسب وصفة الطبيب بقول له خذ مرة خذ مرتين باليوم. Over time the injection site tend to undergo changes that interfere with insulin absorption، المرضى المزمنين عشان بياخذوا عدة مرات إبر، وبالتالي هذا بصير عندهم إشكالية احيانا في عملية امتصاص الانسولين، وبيحدث عندهم مع تكرار اخذ الإبر بصير عندهم مشكلة اللايبو أتروفي اللي هي عبارة عن بريك داون أوف سبكوتينيوس فات، بصير تكسر اللي هو السبكوتينيوس فات at the site of repeated insulin injections اللي بسموه لايبو أتروفي، أو في اللايبو هايبرتروفي إنه ممكن يصير كمان thickening of the subcutaneous fat، يصير تزداد سماكته في مكان الحقن المتكرر. وبالتالي كيف احنا نجنب المريض ونحميه من هيك مضاعفات؟
انه دائما نبدل، ما نعطي في نفس المكان. يعني اذا اعطيت انت في جزء معين قلنا ابعد على الاقل 1 انش واعطي الابره في مكان اخر، عشان نتجنب مشكلتين، اللي هي اولا اللي هي بيسموها لايبو اتروفي، يصير عندنا بريك داون للسبكوتينيوس فات، او يصير لايبو هايبرتروفي، يعني يصير ثيكنينج في السبكوتينيوس. وكلا المشكلتين هذول بقلل من عمليه امتصاص الانسولين. يبقى كيف احنا نعالج هذا الموضوع؟ انه ما نعطيش الابره في نفس المكان. كل مره نعلم المريض، اذا المريض بيعطي نقول له ما تعطي في نفس المكان، ابعد على الاقل 1 انش بين الابره والثانيه، ويعمل روتيشن، يعني يظل يبدل عشان يظل الامتصاص بشكل المطلوب. types of insulin vary in their onset. يعني هنا الانسولين يختلف عن بعضه في فتره الانست، يعني وقتش بيبدا يشتغل، وقتش بيصل البيك افكت، يعني الاثر اعلى اثر له، قديش الانسولين هذا بيستمر. يعني حسب الشركه المصنعه، في منه بيكون وقته قصير وفي منه طويل المدى، اللي هو during اللي هو duration of action. The nurse must read the vial label، يعني مطلوب منا كنيرسز انه نقرا الليبل، الارشادات اللي موجوده على الأمبول الانسولين او الفايل، ونقراها جيدا عشان ناخذ بالنصايح اللي هي موجوده. Some preparations of insulin contain an additive that delay its absorption. يعني بعض الانسولين اللي هو ممكن يستخدمه المريض، اللي هو بيكون عليه بعض الاضافات، وهذا بسموه دائما بيقولوا عنه الانسولين العكر. يعني معروف بين المرضى انه مثلا اعطوني واحد عكر وواحد صافي. العكر اللي هو الانسولين اللي معاه مواد مضافه، بنسموه انسولين اند اديتيفز، وهذه غالبا يعني بتخلي الدواء يعني يشتغل لفتره اطول. It tend to separate on standing. لذلك when preparing other than rapid acting or short acting insulin، لما بدنا نيجي نخلط احنا النوع اللي هو بيشتغل بسرعه او بيقبى شغله، يعني rapid acting او short acting او long acting insulin، مطلوب انه النيرس هنا يعمل rotates the vial between the palms to redistribute the additives. يعني دائما حاول انت تعمل روتيشن، يعني حط الأمبول بين ايديك وحاول تعمل عملية رولينج له عشان تعيد توزيع الدواء مع المواد المضافة عليه، وبالتالي الانسولين عشان تحرك الاديتيف مع الانسولين قبل ما تعمل فيلينج للسرنج. When mixed together، عندما انت تخلطهم مع بعض، insulin tends to bind and become equilibrated. بمعنى لما ينخلطوا التو انسولينز مع بعض بيصير نوع من التعادل لهم. This means that the unique characteristics of each are offset. يعني كل واحد المفعول تبعه بيصير نوع من التوازن بين الدوائين، وبالتالي وكأنه احنا بنقول الدواء هذا يبطل الثاني، او الاثنين بيقاوموا بعض by those of the other. ولذلك مطلوب عشان كل دواء يشتغل يعطي الأثر اللي بده إياه، قلنا في most types of insulin when combined دائما نعملها عملية التحليل أو نجمعهم مع بعض just before administration. يعني ما لازم أنا أحضر الدواء واستنى ساعة أو ساعتين عشان أروح أعطيه للمريض، لا، ومجرد انت ما سحبت من التو فايلز اعطي العلاج فورا. ولذلك بنقول انه دائما injection it should be given within 15 minutes of being combined. يعني انت سحبت من الفايل هذا ومن الفايل الثاني، خلال 15 دقيقه لازم تنفذ العلاج، اعطي العلاج للمريض. ليش؟ they act as if they had been injected separately. إذا أعطيتهم أنت في نفس اللحظة، يعني خلال 15 دقيقة، بيشتغلوا مع المريض وكأنه المريض بياخذ إبرتين. As if he's having two injections. The rapid acting insulin and short acting
which are additive free are often combined with an intermediate acting. يعني دائما بيخلطوا اللي هو اللي قلنا الرابيد اكتنج والشورت اكتنج، بيخلطوهم مع الانترميديت اكتنج انسولين. ولذلك مهم جدا انه احنا بعد ما نخلط الدواء نعطيه قلنا خلال فتره قصيره عشان يعطينا الافكت اللي بدنا اياه، وما يصيرش عندنا ايه انه كل دواء يؤثر على الدواء الثاني. يعني قلنا انه الكاركترستكس اوف ايتش دراج they will be offset بمعنى by the other drug. يبقى قلنا هذا بيتغلب عليه انه ايه نعطي العلاج مباشرة خلال فترة 15 دقيقة مش اكتر. عملية الميكسينج للانسولين، الشركات اليوم طبعا عملت تصنيع لأدوية صارت جاهزة اليوم موجودة، فبالتالي بنقول pharmaceutical companies provide some combinations of insulin وهي بتكون بري ميكست ان سنجل فايل. يعني الشركه نفسها اليوم صانعه انسولين عباره عن خليط، في امثله منه موجوده في السوق طبعا زي اللي بيسموه نوفولين اللي هو 70/30، وهذا يعني انه هو في 70% انترميديت اكتنج مع 30 شورت اكتنج، يعني مخلوط وجاهز. يعني بروح مثلا الطبيب بقول للمريض خذ مثلا 40 وحده 70/30، او بقول له خد نوفلين، او مثلا بيوصف له انسولين ثاني اسمه هيوميلين وهذا بيكون 50/50، يعني 50 انترميديت مع 50 شورت اكتنج، وبالتالي هذه اسهل واريح للمريض او للنيرس في عمليه السعد. كوميرشالي بري ميكست انسولين ار ستيبل اند كان بي ادمنسترد ويزاوت كونسرن فور تايم افتر ويدرول فروم ذا فايل. يبقى هذه الأشياء اللي بتكون محضرة وجاهزة من الشركات ما بيأثرش عليها حكاية الوقت. زي ما احنا حكينا الوقت، لو قلنا انه احنا من الأدوية اللي احنا بدنا نخلطها في هذه الحالة لازم الراعي نعطيها بشكل سريع. طيب بالنسبة للهبارين، هبارين احنا بنعرف انه هو عبارة عن مادة ايه انتي كوجلانت دراج، هو مانع للتخثر. It prolongs the time of blood to clot، يعني هو بيطول مدة عملية التخثر. It is administered subcutaneously as well as intravenously. الهبارين كمان يعطى وريدي. هبارين is supplied in multiple dose vials، بيكون في vials كبيرة وعدة جرعات ممكن نعطي المريض منه، أو بيسموه prefilled cartridge. أحيانا بيكون بيجي في سرنجات مجهزة ويعني الجرعة كاملة فيها. The dosage are very small volumes، وأحيانا ممكن نستخدم التيوبركولين سيرنج أو الإنسولين سيرنج عشان ناخذ الجرعة بشكل accurate، يعني بدقة، يكون في دقة في الجرعة اللي احنا بنعطيها للمريض. دائما لما نعطي الهبارين دائما the suggested modification to prevent bruising in the area of injection، انه ما يصيرش نوع من اللي هو الديسكلريشن مكان اعطاء الابره، انه مهم جدا هنا نعمل تشينج للنيدل افتر فيلينج ذا سيرنج وذ ذا دوز اوف هيبارين. بعد ما تسحب الجرعه يفترض تغير النيدل جاست بيفور انجكتنج ذا نيدل. ليش؟ عشان ما يصيرش بروزنج للاريا. يعني نفس هذا يعمل عمليه تشينج في الكلر في مكان الحقن. الحاجه الثانيه من السجستشنز انه يو هاف تو روتيت ذا سايت وذ ايتش انجكشن. دائما زي ما قلنا في الانسولين نعمل روتيشن، برضه في الهبارين مطلوب اكثر تعمل روتيشن. دونت اسبيريت ذا بلانجر وانس ذا نيدل از ان بليس، ممنوع تسحب البلانجر لما تدخل الابره بالذات في الهبارين. يو ار نوت سبوز تو اسبيريت ذا بلانجر زي باقي الدواء، لانه هنا ممكن تعمل انجري زي ما حكينا. مساج ذا سايت كمان كونترا انديكيتد، يعني ممنوع نعمل مساجين، ممنوع نعمل اللي هو اسبيريتنج للبلانجر. ليش؟ ات كان انكريز ذا تندنسي فور لوكال بليدنج، ممكن تعمل عمليه نزيف عند المريض. رول ذا فايل، عمليه الميكسينج وي هاف تو رول ذا فايل
containing additive between the balm to mix the insulin without damaging the protein molecules. يعني ما بنفع اذا بتدخل طن الانسولين بالطريقه التقليديه اقعد ارج فيه زي ما برج في البنسلين مثلا، لانه بيعمل تكسر في البروتين تبع الانسولين. لذلك we have to clean the rubber stopper، نمسح المطاطه اللي موجوده في اعلى الفيل تبع الانسولين، وقلنا install an amount of air equal to the amount that will withdraw، نضيف كميه مساويه للكميه اللي حقا بدنا ناخذها. اذا بدي اخذ انا خمس شرطات بدي احقن خمس شرطات توا عشان اخذ خمس شرطات دواء يرجعوا معي في السرنج. Use the same syringe to repeat the previous step. ممكن تستخدم نفس السرنج وبعدها to invert and withdraw the prescribed number of additive free insulin. يعني تقلب الفيل وتاخذ الكميه اللي انت بدك اياها بنفس الطريقه عشان ما تعمل عملية اللي هو mixing للميديكيشن. Clear insulin is always clear insulin is placed in the syringe before adding the cloudy. يعني أول ما تسحب لو كان عندك two vials، واحد clear وهذاك اللي قلنا بالadditives، دائما اسحب clear بالأول before adding the cloudy اللي هو بيكون عكر بنسميه. ليش؟ to avoid altering the additive free insulin within the vial. لأنه لو إحنا أخذنا من الإنسولين اللي عليه المواد المضافة ودخلناه على الكلير عكرناه خربناه. Ask another nurse to check the label. كويس، نيرس تاني يفحص معك ويتأكد من الجرعة والنمبر of units in the syringe. ليش؟ عشان نتجنب اي ميديكيشن ايرورز. سواب ذا رابر ستوبر، امسح المطاطه اللي موجوده على الفيل وبعدين اعمل بيرسينج لها، قلنا من السنتر اوف ذا رابر ستوبر، وعشان تعمل فاسيليتيت ويذدرول اوف ذا انسولين. طيب withdraw the specified number of units، سحب اللي هي الوحدات المطلوبه من الفيل containing insulin with the additive to prepare the full prescribed dose. Ask another nurse to check the label زي ما حكينا عشان نمنع errors، وبعدين we should administer it within 15 minutes of mixing. دائما قلنا الانسولين بدنا نخلطه ما لازم ناخره، قلنا ليش؟ عشان الدواء هذا ممكن يعمل offset للاذر. طيب كيف احنا بدنا نعمل عمليه السحب؟ دائما عملية السحب قلنا في عنا اللي هو في عنا اللي هو نيوترال، وفي عنا اللي هو اللي هو اللي هو بي instilling in a vial اللي هو A شكل A instilling air into a vial with additive insulin في A، هذا اللي هو له additive. B instilling air into the additive free insulin، الadditive free insulin، وفي عندنا الشكل C withdrawing from an additive free insulin into اللي هو free insulin vial. يبقى أول حاجة بنروح احنا بيكون عادة هذا محلل جاهز، بنحقن كمية من الهواء مساوية للكمية اللي بنسحبها في اللي هو قلنا الفيال A اللي هو قلنا هذا عليه additives. نمرة اثنين راح ناخد احنا هنا برضو ايه، ندفع نسحب تاني ناخد اللي هو الفيل اللي هو بي اللي هو نحقن برضو كمية مساوية للي احنا بدنا اياها، وبعد ما حقنت الهواء زي ما حكينا في الشكل سي بروح انا بعمل انفيرتنج للفيل ابسايد داون، قلبته الربر لتحت والفيل لفوق وباخذ الدوز اللي بدي اياها. يبقى انا الحين اخذت الدوز من مين بالاول؟ اخذته من الكلير. يبقى اول حاجه حقنت كميه من الهواء مناسبه للكميه اللي بدي انا اخذها في الانسولين وذ اديتيف اللي عليه المواد اللي هي اديتيف، ولكن في الثاني هناك، ولكن في الاخير
برجع اخذ من وين؟ من اللي هو النورمال. وشكرا لكم جميعا.